فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: السهو عن الصلاة مذموم، وأما السهو في الصلاة فغير مذموم لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فهل إذا كثر سهو الإنسان أو الإمام في صلاته يكون هذا مذموما ويعاب عليه؟ لا، هذا بغير اختياره، هذا بغير اختياره، لكن يحاول الابتعاد عنه، ويحاول استحضار الصلاة الخشوع فيها. نعم.